الوزارة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة بتدشين مشروع غرس 3383 شجرة وشجيرة على امتداد 945 مترا طوليا في شارع الميثاق الوطني بالمحافظة الجنوبية، وذلك بدعم كريم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. ويأتي هذا الدعم الكريم متسقا مع الأهداف الوطنية لمملكة البحرين لتوسعة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار التي تتناسب مع الطبيعة المناخية لمملكة البحرين. وأعربت الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن بالغ شكرها وتقديرها للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على دعمهم الكريم وعلى جهودهم الخيرة في مملكة البحرين وخارجها. الحمد لله رب العالمين، ربي بارك إن احنا نبتدي اليوم في أول موقع في المحافظة الجنوبية في ضمن حملة تمتي خضراء في المرحلة الثانية في شارع الميثاق الوطني بعد ما تم إعادة تسميته. الحمد لله رب العالمين، بيكون امتداد جميل وطويل على هذه الشارع، وبتغير إن شاء الله ربي يكتب اللي فيه الخير وتضرب الأشجار اللي تم غرسها، وتغير الشارع إلى شكل جميل ومتكامل بإذن الله، مثل ما الحين قمنا نشوف شوارع البحرين كلها فيها مختلف أنواع الأشجار المناسبة للبيئة واللي إن شاء الله بتساهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية. وأنتهز هذه الفرصة الطيبة لشكر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على دعمهم الكريم لهذا المشروع، وأوجه دعوة لكافة الجهات في مملكة البحرين، مؤسسات القطاع الخاص اللي يمكن عندهم الرغبة في دعم حملة دمتي خضراء. ما زالت هناك مواقع كثيرة اللي نطمح ان احنا نحصل دعم لها، فالرجاء منهم التواصل مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لبحث إمكانية التعاون معهم. شاركت اليوم المحافظة الجنوبية في الحملة الوطنية للتشجير اللي تحظى برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم. اليوم احنا في شارع الميثاق الوطني اللي يعتبر اول موقع في المرحلة الثانية لهذه الحملة. دائما المحافظة الجنوبية تدعم هذه المبادرات الزراعية والبيئية اللي تشجع على الشراكة المجتمعية مع القطاع الحكومي والافراد. قامت بلدية المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبدعم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بدأنا بزراعة الأشجار في شارع الميثاق الوطني بمجموع أكثر من 200 شجرة هبسكس وأكثر من 3000 شجيرة في شارع الميثاق الوطني وبطول 1000 متر.